للسنة الستة على التوالي أقيم مهرجان الفضائيات العربية، واللي بيعتبر من أهم المهرجانات الفنية في مصر والوطن العربي، وبيرأسه أحمد عليوة والمسؤول الإعلامي أحمد عز. قرم المهرجان السنة دي عدد كبير من نجوم الدراما والفن والقنوات الفضائية، والنتيجة جاءت من تصويت الجمهور واللي استمر لمدة شهور على صفحة المهرجان، وحصلت الفنانة نيلي كريم على جائزة أحسن ممثلة عن مسلسل تحت السيطرة. أما الفنانة دنيا سمير غانم فحصلت على لقب أفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل لهفة. تعالوا مع بعض نفتكر لقاءاتنا مع نجومنا وفنانينا اللي حضروا مهرجان القنوات الفضائية. الإعلاميين زملائي الغاليين برحب بيكم، والفنانين اللي بيسعدونا على مدار السنة من أعمال فنية. كانت صعبة بالنسبة لي، وكانت رهان كبير بالنسبة لي، وكانت حد فاصل، والمقارنة كانت كبيرة، فخدت مني مجهود كبير جدا عشان أكسب الرهان. فعشان كده التقدير ده بالنسبة لي بيعني لي كتير، فبشكر النهاردة القائمين على المهرجان أستاذ أحمد عليوة، وبشكرهم على الجائزة دي. كل زمن لازم تواكبيه مع مع تكرار الشخصيات أو الأعمال، لأن زمان مش زي النهاردة. طبعا هم نجمات كبار، وأنا شرفني أن أنا أتقارن بيهم يعني، بس كان لازم إحنا عملناه بشكل معاصر، العمل كله على بعضه، فلازم الشخصيات برضو كانت تبقى فيها الاختلاف اللي يواكب الجيل اللي إحنا برضو كنا عايزين نشده، جيل الشباب كنا عايزين نوصل لهم ألف ليلة بروح معاصرة يعني تواكب زماننا. في مشروع لده بس مش للسنة دي، لأن في إعادة، أكيد في كتابة جديدة للحلقات، وفي حاجات هتتغير يعني. ده اللي أنا عرفته يعني. أنا في صدد خلاص إصدار أغنيتي الجديدة، قررت أغنية حلوة قوي، قررت أفرح وأضحك لو حتى بدون أسباب. أغنية كلمات أمير تعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع تومة، وصورتها مع ياسر سامي. أول مرة أعمل كليب إخراج مصري، وعملنا حاجة حلوة قوي ومختلفة جداً الحاجات اللي قدمتها قبل كده، فإن شاء الله تحبوها. لا بصي، أنا مش شرط كل أغنية تبقى منطبقة عليا، بس أنا الإيجابيات، أنا إنسانة إيجابية وبوزيتيف، بحب دايماً أشوف البنات بالذات بيحبوا يعبروا عن نفسهم إزاي، فبطرح ده في الأغاني بتاعتي. أوفر دوز من الانبساط أكيد والسعادة، ممنونة كتير والحمد لله. تحدي كبير طبعا، ولازم دور الجاي يكون مختلف يعني، وأنا بقرأ دلوقتي، فأنا لسه مش عارفة أكلمك عن دور معين يعني غير تحت السيطرة. ومفروض مصر يبقى عندها كميات كبيرة من المهرجانات والتكريمات، خصوصا أن مصر هوليوود العرب، حتى العرب لحد النهاردة اللي بيتشهر بيجي مصر. صعب قوي أن السجادة دي تسحب من تحت رجلينا، فأنا شايفة كمان أن احنا بقينا نحضر، بقينا حابين ده يعني. حتى في زملاء كتير ما لهمش اعمال جايين، وده شيء حلو جدا انه يحصل. فا طبعا المفروض يبقى فيه اكتر، وفي حضور من الفنانين والجمهور اكتر. اغنيه مخصوص كانت هي معموله ليوسف، كان قبل ما يجوا التوام، وكان كل عيد ميلاد لي ايام ما كان وحيدي كان بيتعمل له اغنيه لوحده. بس السنه دي هما كمان خلي بالك الثلاثه في نفس اليوم، يعني يوسف 3/10/2008 والتوأم 3/10/2013، فنزلت أغنية كنت حابة الناس تشارك فرحتي بولادي، ونزلت معاها صور قديمة شوية للولاد. بس الحمد لله يا رب عملت بلبلة لطيفة والناس حبتها. أوبشن مع التمثيل يعني، لو الدور مش ساهل، لو في عرض مسرحي استعراضي كده أوكي، بس ألبوم تاني لا. عايز أقول للناس، يمكن عشان أنا في السوق كتير، فشفت تقريبا حاجه بتاعت 10-12 سيناريو من اللي داخلين رمضان اللي جاي. الورق حلو جدا، الورق حلو قوي. حتى في ورق قريته ما كانش معروض عليا يعني، المنتجين صحابي فبياخدوا رايي. فعلا فعلا في شغل حلو، وان شاء الله رمضان اللي جاي هيبقى برده مفاجاه حلوه للجمهور. نادرا لما بنلاقي مهرجان بيجي على الفوت، فالنهارده المهرجان ده معمول على الفوت، يعني اي قناه هتكسب انا مش عارفه طبعا، ده هيبقى فوت. عارفه ان طبعا عايزه ابارك للنجم الجميل طارق لطفي، يعني بعد صبر طويل جدا واخد جايزه احسن ممثل ويستاهلها بجداره،
دنيا سمير غانم طبعا، انا شايفه ناس كتيره جدا يستاهلوها بجداره لان فعلا ابدعوا وكل حاجه جايه على الفوت، انت مش بتلعب في النتيجه خالص، وخصوصا كمان لسه مش عارفه انهي قناه فضائيه اللي خدت فوت اعلى، بس برضو هتلاقي فيها مصداقيه، هتلاقي فيها حاجه الشعب المصري بتاعنا كله والستات كلهم بيروحوا عليها. وجع البنات لسه ما بدأناش الجزء الثاني، هنبداه ان شاء الله شهر 12، بس انا بدات تصوير مسلسل بس مباشر مع النجم الجميل طلعت زكريا والقمر الجميله النجمه سوسن بدر وحبيبه قلبي الجدعه مها احمد، وهو مسلسل لطيف قوي لايت كوميدي اخراج جيهان رزق، اعتقد ان شاء الله انه هيبقى حاجه حلوه. يواصل الفنان طلعت زكريا تصوير دوره في مسلسل بث مباشر في إحدى الفيلات بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بيجسد طلعت زكريا دور مواطن مصري اسمه مباشر، وبيشارك في بطولة المسلسل الفنانة الجميلة مها أحمد، وبتقدم دور زوجته سميحة. المسلسل من تأليف جمع قبيل والإخراج لجيهان رزق، اللي بيناقش مسابقات الوهم والكسب السريع. كاميرا بالألوان الطبيعية، كان ليها العديد من اللقاءات مع أبطال المسلسل، وكان لنا الحقيقة لقاء خاص مع الفنان طلعت زكريا. تعالوا مع بعض نفتكر لقائنا به من خلال حلقة حصاد بالألوان الطبيعية. لازم تسمع مباشر. أنا عمال أسمع جوه الفيلا وبره الفيلا، والست عمالة تحكي وتعيط، وأنا عمال أعيط معاها، كل ده مش مكفيكوا؟ لا مش كفاية، اتفضلي كملي حضرتك. أكمل إيه؟ ما أنا حكايتي ملهاش مثيل، بقول لكم بعد ما ماما ماتت في حادثة عربية وبابا مات في حادثة طيارة، حكيت دور على إخواتي التلاتة. أنا عايز أقول كفاية بقى نصب على الشعب باسم المكالمات التليفونية والمسجات وشركات كبيرة تقعد تلم فلوس عشان أسئلة عبيطة، والشعب يعني غلبان بيبعت مسجات وبيبعت رسائل وبيبعت مكالمات وهم يلموا في فلوس، والشعب غلبان على أمل أنه يكسب. هم كل هدفهم أنهم يخلوا الناس تتكلم عشان يستفادوا هم بقيمة المكالمات دي ويلموا هم فلوس والشعب ولا يهمه. فهد حاطين سبوت كده على المشكلة دي من خلال شخصية مباشر في مسلسل بس مباشر. الإعلام ما ينفعش يضحك على الشعب، الإعلام ده مرآة الشعب، لازم يعبر عن الشعب، فما ينفعش انك باسم الإعلام تنصب عليا وتقول لي اتصل وانا هديك جايزة كذا، واتصل وانا هعمل معاك كذا، واتصل انا بسلامة نية الاقينا انا ما بكسبش وانت عمال تلم الفلوس دي. لا احبذ العرض في رمضان، انا مش من الشغوفين بالعرض في رمضان، لان العرض في رمضان على قد ما هو جميل وممتع على قد ما هو بتسميه بيهرس المسلسل، مش كل الناس بتتفرج، في ناس بتصلي، في ناس، فنسبة المشاهدة ممكن تكون اقل باستثناء نجمين او ثلاثة. وبعدين احنا خطتنا نرجع الدراما زي ما كانت، كل شهر يبقى عندنا مسلسل او مسلسلين، ما تبقاش الدراما التلفزيونية في رمضان بس. هنروح دلوقتي لتقرير مختلف مع الفنان الشاب محمد فراج، واللي نجح في السنوات الأخيرة من خلال أكتر من دور، آخرهم دور علي المدمن في مسلسل تحت السيطرة. الحقيقة أن المسلسل كله حقق نسبة مشاهدة عالية جدا لتناوله قضية الإدمان، وبشكل الحقيقة كان مختلف عن القضايا اللي سبق مناقشتها قبل كده. مؤخرا انتهى الفنان الشاب محمد فراج من تصوير فيلم جديد مع المخرج أمير رمسيس، وهو فيلم خانة اليك. يا ترى ايه المختلف اللي بيقدمه الفنان الشاب محمد فراج في خانة اليك؟ تعالوا مع بعض نعرف منه في تقريرنا اللي جاي، وده هيكون من خلال حلقة حصاد بالألوان الطبيعية. تعبت من الجري. انا لما كنت عايشه في دبي كنت فاكره ان الصفحه السوداء دي عمرها ما هتتفتح تاني، بس بعد ما رجعت مصر حسيت الصفحات عماله تتفتح واحده ورا الثانيه. الو مريم، انا طارق. انا ومريم مالناش غير بعض، هي اهم حاجه في حياتي، بس انا مش حاسه بالامان. هو انت عرفتها هنا ولا في دبي؟ دبي. تعرفها كويس؟ طب وعارف انها كانت مصاحبه جوزي؟
بس ده ميت. أنا مش كويس خالص. من ساعة ما رجعت مصر وأنا بكتشف حاجات كتير عن مريم. بس ده مش حقيقي. مشكلتك مش مع مصر، مشكلتك مع مريم. مش عايز أتكلم في الموضوع ده يا هشام. مريم بتعافر كل يوم عشان تفضل الست اللي أنت بتحبها دي. مش قادر أتخلص من سيطرة الستتين دول عليا. واحدة مسيطرة على مشاعري والتانية مسيطرة على دماغي. أنت بتحوم ليه تاني حوالين مريم ندى؟ أنا بحبك أنت، ولما اتجوزتك أنت مش هو. وأنت في حد قالك قبل كده إن عينك حلوة بجد؟ استحملت سنين، استحملت المستشفيات والسرقة وكل القرف اللي حوالين المخدرات. ما تلمسهاش غير عشان جوزك. جوزي انتكس من يوم ما رجعت مصر. هاني أنا بحبك. وأنا كمان. من هنا وقف مفيش خروج من باب البيت إلا وأنا معاك. تحبسيني يعني؟ أنا عمري ما هقدر أسامحها على الهدر ده كله. أرجوك يا حاتم دي آخر فرصة. في واحدة كنت بحبها زمان ظهرت في حياتي دلوقتي. يعني أنت مستعد تخسرني عشان واحدة ظهرت في حياتك فجأة وممكن تختفي فجأة؟ لما رجعت حاجة ما عرف نسيني. مش هقدر أعيش معاك يا مريم. إيه اللي حصل عشان تقول لي الكلام ده؟ مش عارفة. رجعتي للزفت ده ليه؟ مش عارفة، مش عارفة، مش عارفة. اي حاجه تيجي من ريحه تحت السيطره انا ببقى رايح كده تمام. انا مش من الناس اللي يعني بحب اشتغل وبس، ما بحبش يبقى في اي حاجه تانية زحمه. ممكن يبقى ليا في حاجات بتبقى ليها علاقه بيها وفي حاجات ممكن ما يبقاش ليها علاقه فيها يعني، بس ما يعني بحب اشتغل بس، مش عايز اي زحمه تانية. الحاجات اللي تخص التجارب اللي انا ببقى فيها مبسوط ومستمتع والموضوع متشاف كويس وتقدر كويس، طبعا بحترم رد فعل الناس ورد فعل الجمهور ورد فعل الاعلام كمان، فباجي بتواجد فيها علشان انا مبسوط من التجربه اللي انا عملتها اللي هم هنا عشانها، فاهم قصدي؟ فبشكر جدا كل الناس اللي اتفرجت على المسلسل واستحسنته واقتنعت بيه، وبشكر برضو الناس اللي ما اقتنعتش بالمسلسل. طلعت في ناس عايز ترفع قضيه على المسلسل ومحامين عايزين يرفعوا قضيه على المسلسل، في ناس مش حابه وفي ناس قالت لي انا نفسي شخصيا اي نعم كانوا الحمد لله قليلين مش كتير، بس قصدي بشكر كل الناس اللي اتفرجوا على الموضوع واحترموا المجهود سواء رايهم كان بالسلب او بالايجاب، علشان دي تجربه اتفقنا او اختلفنا عليها. هي تجربه مهمه، تجربه مهمه وتجربه لازم نعترف بيها. ما ينفعش نقعد نغمي راسنا في التراب ونقول لا مش هنفتح عين العيال والناس ما اعرفش ايه والشباب، لا انت بتتكلموا في حاجات، ما هو الحاجات دي موجوده والحاجات دي هتقابل اولادكم وهتقابل اولادهم واولادهم يعني الى يوم الدين. احنا في مجتمع شرقي وعندنا عادات وتقاليد بشكل كبير، فكان لازم على قد ما يقدر ما يسترتش قوي في الموضوع، رغم انه هو فعلا عايز بيعمل حاجه واقعيه، ولو عمل اللي هو مش عايز يعمله هو ما يتلمش برضه لانه ده الحقيقي اللي بيحصل. يعني انتم موافقين على في الحقيقه نيجي نشوفه في التلفزيون ما نعترض؟ طب ما هو ده اللي بيحصل يا جماعه. فانا بشكره جدا واعتقد انه اعتقد ان هو نجح بشكل غير طبيعي في الموضوع دوت استاذ تامر محسن، وبس هو كلام يعني الموضوع كله كان يبقى في الاطار ده. انا فخور ان انا اشتغلت في المسلسل ده، انا فخور ان انا اشتغلت في مسلسل اسمه تحت السيطره. دي تجربه فنيه محترمه جدا فنيا وفيها كل المعاني القيمه اللي فعلا مسلسل تخليه تقدر تقول عليه انه مش عمل فني معمول حلو وخلاص، لا انا حاسس ان انا عملت عمل قومي للبلد، والله انا بجد مش بهرج، لانه ردود افعال الناس، ما انا بقول لك ردود افعال الناس بالنسبه لي يعني الناس مبسوطه لدرجه كبيره قوي قوي قوي، فانا حاسس ان انا عملت حاجه حلوه للبلد زي ما اكون خدنا كاس العالم كده يعني، فاهم؟ امبارح كان اخر يوم ليا في تصوير فيلم خانه الياك. المفروض ان الفيلم دوت تقريبا على ينزل على اخر السنه تقريبا حاجه كده، انا ما اعرفش طبعا مواعيد محدده يعني، بس بقول لك الفتره تقريبا يعني. تاليف لؤي السيد، اخراج امير رمسيس، ومعايا نبيل عيسى، محمد شاهين، عمر السعيد، رامز امير، امينه خليل، دكتور اشرف زكي، اشرف مصلحي، تامر ضيائي، يحيى احمد، مجموعه محترمه جدا من الممثلين. التجربه مش فكره تجربه شبابيه، هي تجربه احنا قليل قوي في مصر بالتحديد لما بنلاقي فيلم سسبنس معمول بشكل مقنع ومش فيك، مش ارتفيشال، اللي قاعد بيتفرج فعلا متاخد وعمال بيسال اسئله مع نفسه طول الوقت. هو يعني فيلم سسبنس ده يعني قليل لما بنشوف تجارب مقنعه قوي من ايام ملاك اسكندريه من وتجارب تانية مهمه في النوعيه دي من الافلام، وده كان من الاسباب الرئيسيه اللي خلتني اول ما قريت الورق قلت انا عايز اعمل الفيلم ده لانه فعلا مكتوب حلو ومقنع يعني، فاهم قصدي؟ فامبارح كان اخر يوم تصوير ليا ان شاء الله، وخلاص احنا فاضل لنا 3-4 ايام ان شاء الله ونخلص الفيلم.
للموسيقى تأثير مباشر على مشاعرنا، منها اللي بيفرحنا ومنها اللي بيرجعنا لذكريات الماضي، وده اللي قدر يعمله المخرج حاتم العراقي، واللي الحقيقة اتميز بغنائه للأغنية العراقية سواء الحديثة أو القديمة، وقدر كمان بحرفية شديدة انه يعيد توزيع اغاني التراث العراقي ويقدمها الحقيقه بشكل جديد ومختلف. واختفى حاتم عن الانظار لفتره لكنه عاد مع ابن قصي واللي قدمه في برنامج ذا فويس بشكل مختلف وحقق نجاح كبير. وحاليا حاتم العراقي متواجد في القاهره لاختيار كلمات والحان اغاني جديده هيقدمها في الفتره القادمة. تعالوا مع بعض نلتقي به ونشوف هيقول لنا ايه عن الالبوم الجديد والاغاني الجديدة اللي بيحضر لها خلال الفترة القادمة. يطلب عيني تبدا عيني وروح بحب أسيرة، هو حياته وقلبه وعمره ومالي حد غيره، يطلب عيني تبدا عيني وروح بحب أسيرة، هو حبيب وروح الروح بعد عني دوب الروح، ساكن بي قلب علي بعد أعيش بحيرة. طبعا أنا أول مرة أشارك بالمونديال، مونديال كبير، مونديال إلى باع كبير، عنده مهرجانات كثيرة، فأنا دائما إن شاء الله أكون دائما بهاي المهرجانات بين ما أقدم من أشياء جميلة، والانطباع جميل. البحر كانت احتفالية كبيرة، فيها الصحافة، فيها الإعلام، فيها الفنانين، فيها من كل الدول العربية، وأتمنى لهم النجاح دائما والتقدم إن شاء الله. إن شاء الله راح تكون مصر بين روح وبين قلبي، وراح أزورها دائما، لأن هي مصر هي أم الفن والفنانين، هي أم الدنيا. احنا تعلمنا من مصر الحب من أفلامها من أغانيها، تعلمنا منها أشياء جميلة، فمصر بين عيوننا وبين روحنا، وإن شاء الله راح أكون دائما في مصر. أنا من دعيت للمهرجان فقلت أنا لازم أقدم شيء لمصر، يعني دعوني للمهرجان فلازم أقدم شيء، يعني هدية من الشعب العراقي إلى الشعب المصري. فأغنية تحية لمصر من كلمات ماجد عودة، ألحان وتوزيع عمار العاني، وإن شاء الله راح أسمعوها بالختام، وراح تكون أغنية مميزة، أغنية جميلة، هي بها من دجلة إلى النيل من العراق، يعني فيها أشياء جميلة ما راح أحركها اليوم. البومي راح يعني يكون منوع، يعني من خلال يعني أنا معروف عني بالأغناء الموال، يعني الموال العراقي الأصيل، فأغاني دائما متميزة، أغاني دائما فيها موضوع، يعني أغنية بدون إسفاف، أغنية بها موضوع، يعني دائما أحاول أعمل قصة، أحاول أعيش أغاني يعني تحاكي اليوميات، يعني يوميات الناس اللي موجودة. فدائما أخلي الأغنية أغنيتي أخليها دائما بعيني دائما، لأن أحسها أو أني أحس راح أقدم شيء جميل هذا الجمهور اللي يستحق مني كل حب وكل احترام. غنيت أغنية مصرية هي من كلمات نصر الدين ناجي، هي الناس الطيبين، والحان محمد عصمت، توزيع محمد مصطفى. طبعا قصي أحس نجم قادم للساحة العربية بشكل صحيح. قصي قدم أغنية جميلة، قصي قدم أشياء جميلة من خلال The Voice، و The Voice اختصر له مسافة كبيرة، يعني تعرفين يعني الفنان يعني أنا قبل 20 سنة أو 15 سنة يرى له وقت أي يوصل للناس من خلال The Voice ومن خلال القنوات اللي تقدم برامج جديدة وتبحث عن الهواة، تبحث عن الأصوات الجميلة، اختصرت لهم مسافة كبيرة. فقصي حس نجم قادم، قصي راح يكون يعني نجم قادم للأغنية العربية بشكل صحيح، يعني قصي يدرس الموسيقى، قصي فنان يستحق كل حب، لأن هو أحس يختار الأغنية الجميلة، أحس يختار الأغنية اللي ما فيها إسفاف، أحس يختار اللحن الجميل. أتمنى له كل الخير من خلالكم وأقدم له وجه التحية. هو الإنترنت اللي هو أثر بشكل كبير على الإنتاج، يعني أثر شيء، بس إحنا نحاول نقدم الأشياء الجميلة وباقي على رب العالمين، يعني نحاول نقدم، بس هو الإنترنت يعني عمل يعني لا يعني قامت الناس ما تسمع السي دي أو كاسيتي، موجود عتب الإنترنت وتسمع يعني.
لحد هنا انتهت فقرات حلقة حصد بالألوان الطبيعية. استنوني كل يوم في نفس الميعاد من السبت للأربع الساعة 7، وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان أندرسكور الطبيعية أدريمز، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم يوم السبت إن شاء الله.